وفي حوار خاص للتلفزيون المصري أكد الإعلامي جمال الشاعر قيام الإعلام بدور قوي في الحوار المجتمعي. الإعلام هو القاسم المشترك في تحقيق الحراك الاجتماعي، عشان كده بقول إنه عنوان الحوار الوطني مهم جدا، لأنه بيجمع النخب والصفوة والمثقفين والمبدعين. لكن على مستوى آخر أنا بدعو إلى الحوار المجتمعي مش الحوار النخباوي. مهم جدا الحوار النخباوي، وإن ده على مستوى العصف الذهني والتوصل إلى رؤى وأفكار تطرح على صاحب القرار، ده في غاية الأهمية.